التوحيد أصل ما تزكو به النفوس، وكما يعلم الجميع التوحيد هو أصل الأصول وأساس الدين، بل لا قيام لدين الله جل وعلا إلا على التوحيد. والتوحيد هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهو الغاية التي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهي المهمة الأولى للدعاة إلى الله: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. وقد توعد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد بالعذاب الأليم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومعنى لا يؤتون الزكاة أي لا يوحدون الله، لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يزكي نفسه بتوحيد الله ويل له، ثم ويل له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإن توحيد الله هو الأصل الذي تزكو به النفس، ولا زكاة لها إلا به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير الآية السابقة، قال في معنى لا يؤتون الزكاة، قال: هي التوحيد والإيمان الذي يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. وقال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم هي التوحيد. لا يؤتون الزكاة، أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم قالوا هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، وهو أصل كل زكاة ونماء. وإذا كان التوحيد هو أصل ما تزكو به النفوس وتطيب به القلوب، فإن ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أشد شيء يدنس النفوس ويقدرها، بل لا أشد منه في ذلك. ولهذا إذا وجد الشرك في المرء أحبط عمله كله وأفسده كله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأيضا كان شأنه في الخطورة أنه الذنب الوحيد الذي إن مات عليه صاحبه فلا مطمع له في مغفرة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحاصل أنه لا زكاة للنفوس إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين له، ولا زكاة لها إلا بالخلوص من الشرك والبراءة منه والبعد عنه وعن وسائله وأسبابه.